بسم الله الرحمن الرحيم. اولادي وبناتي اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله باذن الله هنراجع مع بعض درس من دروس قواعد اللغه العربيه. بس قبل ما ابدا المراجعه حابه انوه على حاجه. الوليد اللي بتبعت تسال وتقول لي انه الدروس دي قديمه، احنا خدناها قبل كده اللي هم في جونيور 6 او اللي هم داخلين ميدل 1. عايزه اقول انه النحو متصل، النحو تراكمي، مفيش حاجه اسمها درس خدته وانتهى خلاص، لا انا بكمل عليه لانه ما ينفعش ان انا اخد قواعد جديده وانا ما عنديش الاساس بتاعي في اللغه، فالنحو متصل، مفيش درس احنا خدناه اقول ده خلاص انتهى، لا انا لازم اكون ملم بكل القواعد اللي انا درستها قبل كده، عشان كده احنا بنعمل المراجعه دي علشان ناسس عليها منهجنا الجديد، تمام؟ وضحت؟ طيب، النهارده ان شاء الله باذن الله هناخد درس اعراب المثنى، اعراب المثنى. تعالوا كده نفتكر مع بعض المثنى هو ايه؟ تعريف ايه؟ المثنى. تمام، المثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين بزياده الف ونون او ياء ونون. تاني، المثنى هو ما دل على اثنين مذكر او اثنتين مؤنث بزياده الف ونون او ياء ونون. اذا المثنى بيدل على اثنين سواء مذكر او مؤنث وله نهايات ثابته اللي هي الالف والنون او الياء والنون. امتى بستخدم الالف والنون وامتى هستخدم الياء والنون؟ ده اللي هنعرفه من خلال الامثله، وهنعرف علامات اعراب المثنى من خلالها انا هحط الف ونون ولا ياء ونون. يلا بينا على الامثله. المثال الاول، الطالبان مهذبان. لو بصيت للجمله بتاعتي هلاقي ان الجمله دي بتبدا باسم، اذا هي جمله ايه؟ اسميه، برافو علينا. طب الجمله الاسميه اللي بتبدا باسم، الاسم ده اللي بدات بيه بعرفه ايه؟ مظبوط، برافو عليكم، مبتدا، جميل جدا. اذا انا هعرف الطالبان مبتدا، وانا عندي المبتدا علامه اعرابه ايه؟ الرفع، جميل جدا، يعني هقول عليه مبتدا مرفوع، بس انا في المفرد كنت بقول مرفوع بالضمه، اما النهارده في درس المثنى هتتغير علامه اعرابه وهقول ان هو مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ الالف. تمام، يعني انا لما اجي اكتب كده هقول مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف، وما انساش بين قوسين اكتب ايه؟ لأنه مثنى. تمام؟ طيب ندخل على المثال التاني. حضر العالمان الحفل. حضر العالمان الحفل. الجملة دي نوعها إيه يا ولادي؟ حضر فعل، يبقى دي جملة فعلية، مظبوط. طيب حضر ده الفعل، مين اللي حضر؟ تمام، العالمان، يبقى العالمان دي هي الإيه؟ هي الفاعل. طيب أنا بعرف الفاعل مرفوع دائما، فاعل مرفوع وعلامة رفعه في المفرد كنت بقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أما هنا في المثنى هقول مرفوع وعلامة رفعه الإيه؟ الألف، والألف دايما بتبقى موجودة أهي، فهي بتغششني علامة الإعراب، لما ألاقي ألف فهقول إن هو مرفوع بالإيه؟ بالألف، يبقى هنقول العالمان دي إعرابها إيه؟ ها، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، وما ننساش بين قوسين ليه؟ لأنه مثنى. طيب نبص على المثال رقم ثلاثة، شاهد السائح هرمين. تعالوا نشوف الجملة دي نوعها إيه؟ شاهد، اسم ولا فعل؟ تمام، مظبوط، فعل. ما دام فعل تبقى دي جملة فعلية. طب ده الفعل، مين الفاعل؟ شاهد، مين اللي شاهد؟ مظبوط، السائح دي الفاعل. طب شاهد السائح ماذا؟ أو ماذا شاهد السائح؟ شاهد هرمين، يبقى هرمين دي إعرابها إيه؟ مظبوط، مفعول به، يبقى دي مفعول به، والمفاعيل كلها إيه يا ولاد؟ برافو عليكم، منصوبة، يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ فتحة؟ لا ده مثنى، خلي بالك، يبقى علامة نصبه إيه؟ الياء، وما انساش بين قوسين أقول له إيه؟ تمام، لأنه مثنى. يبقى لغاية دلوقتي أنا خدت علامتين من علامات أعراب المثنى. أول علامة
بالالف. تاني علامه في حاله النصب، النصب بالياء. تالت علامه واخر علامه هي علامه الجر. يلا نشوف كده كلمه العاملين. العاملين دي قبلها حرف جر، يبقى على طول اعرابها ايه؟ تمام، برافو عليك. اسم مجرور وعلامه جره، مش هقول الكسره بقى، هقول ايه؟ الياء، لانه ما بين قوسين ايه؟ مثنى. طيب تعالوا كده نبص على المثال الاخير. معلمة الفصل بارعان. هي معلمة دي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ انا بقول معلمة دي مثنى طبعا. تمام، طب يا ميس فين النون؟ مش انا بقول معلمان او معلمين، فين النون بتاعتها؟ هقول لك، بص يا حبيب قلبي، لما يكون عندي نكره وراها معرفه، انا طبعا بقول على المعرفه ده ايه؟ مضاف اليه. نكره بعدها معرفه مضاف اليه، فانا بحذف النون لما يبقى بعدها مضاف اليه، وساعتها بقول حذفت النون للاضافه. حذفت النون للاضافه، يعني لما يجيني بعد المثنى، المثنى لما يجيني بعده مضاف اليه، طبعا كلمه مثنى ده مش اعراب، ده نوع الكلمه مثنى، لكن انا هعربها مبتدا عادي، مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى. جالي بعد المثنى ده مضاف اليه، هعمل ايه؟ كانت في نون هنا، هعمل فيها ايه؟ هحذفها واقول حذفت النون للاضافه. يبقى لما اجي اعرب معلمه اقول عليها مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى. ولو حد سالك فين النون هتقول له ايه؟ وحذفت النون للاضافه. يعني ايه للاضافه؟ يعني ده بعدها مضاف اليه. تمام، طيب من هنا طبعا كلنا استنتجنا القاعده، عرفنا المثنى، وهنقول تاني هو ما دل على اثنين او اثنتين بزياده، ها الف ونون او ياء ونون على مفرده. طب علامات اعراب المثنى اخذناهم علامتين، يرفع المثنى بالالف، يرفع المثنى بالالف، وينصب ويجر بالياء، ينصب ويجر بالياء. في ملحوظه مهمه جدا عايزه اقول لك عليها، زي ما قلنا انه مش اي كلمه بتديك واو ونون او ياء ونون تبقى جمع مذكر سالم، كذلك الامر في المثنى، مش اي كلمه هتنتهي بالالف والنون او الياء والنون هقول عليها مثنى، لانه هتقابلني كلمات نهايتها الف ونون او ياء ونون ولكن مش مثنى. الالف والنون دي اصليه في الكلمه مش زياده عليها، لان انا قلت مثنى الكلمه عندي هي بزود عليها الف ونون او ياء ونون، لكن الكلمات دي الالف والنون او الياء والنون اصليه في الكلمه. وكمان عايز نتاكد اكتر، انت اقرا الكلمه وشوف هل هي بتدل على المثنى؟ زي كلمه غضبان، غضبان ده واحد ولا اكتر؟ هو واحد غضبان، هو عشان اخره الف ونون يبقى مثنى؟ لا. طب تعالى لو شلنا الالف والنون تبقى اسمها ايه؟ غضب، غضب، في حاجه اسمها غضب؟ هو غضب اه، لكن بنفس تشكيلها، غضبان مش هتنفع. طب فرحان، فرح اه فرح، بس فرحان هنا بتدل على ان في واحد فرحان، لو انا شلت منه الالف والنون يبقى اسمه ايه؟ اسمه فرح؟ لا، يبقى مش هتنفع. اذا الالف والنون دي اصليه في الكلمه. كذلك سعفان، ده اسم واحد، هو اسمه سعفان، شخص واحد. عثمان، عفان، نفس القصه، اسماء برضه. شعبان، رمضان، شيطان، مش هينفع اشيل الف ونون اقول شيط، لا، هي الالف ونون بتاعت الكلمه وهو شيطان واحد. اذا دي كلمات مفرده ولكن بتنتهي بالف ونون، كذلك الكلمات اللي بتنتهي بياء ونون زي حزين، مش هينفع اشيل الياء ونون اقول حزن. طب حنين، نفس الكلام. قرين، ثمين، يبقى اذا هناك كلمات تنتهي بالف ونون او ياء ونون ولكنها ليست ايه؟ ليست مثنى. طب يلا نشوف تدريبات، او السؤال بيجي على الدرس ده ازاي؟ اول سؤال بيقول لي فني كلمه تلميذ في الجمل الاتيه. المثال الاول التلميذ مجتهد، لو انا عايزاها تبقى مثنى لازم اعرف كويس قوي موقعها الاعرابي انا هعربها ايه عشان احدد انا هحط لها الف ونون ولا ياء ونون.
الميدان. طب كرم المعلم التلميذ، كرم جملة فعلية، فعل، مين اللي كرم؟ المعلم، يبقى ده الفاعل، يبقى التلميذ ايه؟ مفعول به، والمفعول به منصوب، عشان مثنى يبقى منصوب بالياء، يبقى هقول كرم المعلم ايه؟ التلميذين، تمام؟ طب سلم المعلم على التلميذ. سلم المعلم على التلميذ، قبلها حرف جر، يبقى اسم مجرور بالياء، يبقى سلم المعلم على ايه؟ التلميذين. بائع اللبن امين، بائع اللبن امين. طب انا عايز استني كلمه بائع، تبقى بائعان اللبن. الله، طب اللبن ده مضاف اليه، احنا لسه قايلين لما يجي مضاف اليه بحذف النون، يبقى بائع اللبن امينان، تمام. صوب الخطا، السؤال الثاني، صوب الخطا فيما يلي. هشوف ايه الغلطه في الجمله دي واصوبها، واكيد هي متعلقه بالاعراب. الطالبان متفوقين، مش طالبان ده مبتدا، متفوقين دي خبر، هو الخبر بيبقى فيها، لا الخبر مرفوع بالالف، يبقى متفوقان. رحب الرئيس بالزائران، بقى حرف جر، يعني اللي بعدها اسم مجرور، يبقى مجرور بالياء مش بالالف. ودعنا المسافران، ودع فعل، مين اللي ودع؟ احنا، انا. ودعنا من؟ المسافران مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء مش الالف، يبقى دي ياء ونون. ضع مثنى، المثال الثالث او السؤال الثالث، ضع مثنى مناسب، هكتب مثنى وعلامه الاعراب بتاعته تبقى مناسبه. قرات، فعل وفاعل، قرات ماذا؟ اقول قصتين او كتابين، مفعول به منصوب بالياء. هحط هنا كلمه مبتدا، يبقى لازم تبقى مرفوعه بالالف، اقول الطالبان مجتهدان، مبتدا يبقى لازم مرفوع بالالف. شكرا.